طبعا في وقعات كوميديه وفي وقعات ماساويه، في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك، هنقول ايه؟ بس الانسان يعني هقول لكم انه ساعات الحظ بيلعب دور، يعني الوقعه دي بتبقى قدر في بعض الاحيان، ما هو يعني مثلا هي بتنط مش متخيله ان هي هتنزل كده بالشكل ده الكوميدي ده، الوقعات ساعات بتبقى من محترفين، يعني ممكن جدا محترفه بتلعب كومباس دي محترفه خلاص وتنزل نازله زي اللي احنا شفناها دي. وفي طبعا وقعات العنق بالذات بتخوفني، انا بتقشعرني يعني، لان الرقبه ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطه لكن ممكن تعمل شلل رباعي، كارثه يعني، او تعمل شد جامد جدا في العضلات. الجسم يا جماعه البشري مش قوي، جسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه. جسم البشري يعني الناس اللي بتتقوى على نفسها، لا ده انت كلك مبني على شويه عظم مرصوصين منفصلين على فقرات على غضاريف، والعضلات سهل جدا يحصل فيها تمزقات، سهل جدا. العضله يا جماعه مش نسيج، يعني انت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن، لا العضله قويه وكل حاجه لكن ممكن في لحظه يحصل فيها تير. في حاجه اسمها طبعا شوف بصوا كل الجسم ده على العمود الفقري ده الرفيع ده، كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناءات عجيبه جدا جدا. فيعني خلي بالكم، انا بقول لكم دايما في التشريح بوريكم التشريح عشان تعرف، وخلق الانسان ضعيفا، فعلا فعلا الانسان ضعيف ضعيف يا جماعه، مش ما فيهاش كلام. وهنعرف النهارده اكتر ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نمشي الطريق الصح في الشفاء. حلقه مثيره ومهمه جدا، وحوار سيكون ممتعا للغايه مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، هو طبعا استاذنا الاستاذ دكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والاعصاب وبكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، وصاحب دبلومه علاج الالم باصلاح فسيولوجيا الجسم. الاستاذ الدكتور ايمن عنب، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت اخترته، بحقيقة عجبني قوي هذا العنوان. دكتور أيمن حط عنوان الحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي ار بي، حاجه مبدعه جدا. وانا طبعا ما هو قطار الشفاء؟ يعني ايه كلمه القطار؟ يعني عربيات وبتمشي ورا بعضها. صح. الاول بس هحب اقول ان الحلقه دي تعتبر من اهم الحلقات في خلال السنه اللي انا كنت معاك فيها في البرنامج. هنتكلم فيها على حاجات ما كلمناش قبل كده، هنلخص خبره السنه دي بكلمات بسيطه قوي ليها مدلولات كبيرة جدا. الجسم فيه زي ما انت شفت الإصابات اللي حصلت في الفيديو، أول ما بيحصل إصابة الجسم بيطلع إنذار اسمه التصليح. كويس، عشان التصليح يطلع في قطر بيطلع سلاسل ورا بعض، عربيات ورا بعض، مراحل ورا بعض. الطلقة الأولى بتكون مع خروج مادة اسمها السيتوكين، دي الإشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي. يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب انفلاميشن، تبدأ الخلايا تخش، يحصل بروليفريشن، تبدأ تفرز مواد اسمها الكولاجين، تبدأ ترمم الإصابات، تبدأ تلحم العضلات، تبدأ
بعد كده الانسجه اللي اتكونت تاخد دوره دمويه كامله، الدوره الدمويه كامله تتحول لانسجه جديده، الانسجه الجديده تتظبط حاجه اسمها ريمودلنج على المكان المصاب. ريمودلنج يعني اعاده التكوين او التشكيل. بالظبط زي ما انت شايف اهو، ده القطار ماشي اهو، يبدا المنطقه اللي اتقطعت، المنطقه اللي اتمزقت، المنطقه اللي اتجزعت تبدا تترمم بنفس الانسجه عن طريق افراز ماده الكولاجين، وبعد كده الدوره الدمويه تديها انسجه جديده بقى عشان تعيش معاك على طول. اوكي، وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير عده اسابيع، وتكتمل عمليه البناء خلال تقريبا سنه. ترجع الانسجه كويسه جدا. ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى. واذا حصل خلل اثناء عمليه التصليح زي ده البروكولاجين، شايف الفايبر بلاست بتفرز كولاجين، الكولاجين ده هو اللي بيبني الانسجه في جسمنا كله، ده غير الكورتيزون طبعا، في فرق بين الكلمتين كبير يعني. الكولاجين ده بروتين، الكورتيزون ده هرمون. ده الكولاجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزننا كولاجين، ده اللي بيبني العضلات والاربطه والغضاريف والاوتار والجلد كمان. دي حاجة. تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل ايرور يعني خلل أثناء التصليح نتيجة مشاكل كيميائية حصلت، نتيجة ضعف في عملية البناء، سن العيان، مشكلة في الهرمونات، كل ده بيبدأ يوقف إقدار التصليح، مش هيرجع تاني. مشكلته إنه مش هيرجع تاني، هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك، وهتقعد بالإصابة طول عمرك. مفيش سكيب يعني، مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية، لازم يمشي حاجة ورا حاجة. ومعظم الإصابات بتعدي كويس. لو كانت إصابة عنيفة نتيجة حادثة، حاجات هتخف وحاجات هتفضل وهتفضل عايش بيها. عشان كده العيان بيجي بقاله 10 و15 سنة تعبان، يقول لي أنا ما قصرتش، رحت للدكاترة كلهم، خدت العلاج من أول ما تعبت، بس مفيش حاجة جابت نتيجة. لأن عدى القطر وما رجعش. معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن. اي مسكن في بدايه الاصابه بيمنع عمليه التصليح، او الكورتيزون، دول اسوا حاجتين تبدا بيهم مع الاصابه. دي حاجه. تاني حاجه البي ار بي بيدي لك قطر جديد بفرصه جديده انك تخف، بامل جديد انك تخف. لان زي ما اتفقنا اذا عدى القطر مش راجع تاني، وهتفضل طول عمرك مستني يجي ومش هيجي. فالحل ان احنا نعيد تاني عمليه التصليح من الاول زي ما الجسم بيعملها لنفسه. فلازم تبدا تحط له محفزات بناء علشان يبدا يعمل قطر جديد. دي خلاصه كده فكره الصفائح الدمويه، حقن الصفائح الدمويه الغنيه بالبلازما. طيب لو قلنا ان انا عندي حالتين انت عالجتهم، الحالتين حاله او يعني حالتين انت شفتهم، مش يعني واحده اكيد عالجتها في والحاله الاولى تم علاج الاثنين بيعانوا من انزلاق غضروفي، واحده انت عالجتها باستخدام العلاج التحفظي بالبي ار بي، والثانيه تم التدخل فيها جراحيا، تم التدخل فيها باسلوب الجراحي باصلاح جراحي. صحيح. الحالتين دول ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي حاصل في الاثنين؟ صح. يعني لو قارنا تاريخ علاجي للاثنين، انا بتكلم مش بقى ايه الفرق بينهم بس في النتيجه، لا ده انا عايز اشوف ايه اللي جوه بالظبط. الديسيجن ان احنا مين قرار. هيعمل عمل قرار مين هناخده في العمليات ومين هابدا مع العلاج، مع ان الاثنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا، على حسب يكونوا قرايب. لا مختلفين. ايوه انا عارف، انا بتكلم على حالتين. انا بتكلم عموما في العموم، ونحن بنتكلم على حالتين فعلا بنتكلم عليها. صحيح. انا شفت ناس كتيره يعني ممكن الوالده وبنتها، ممكن الاب وابن او اثنين اخوات، وفي واحد واصل لعمليه واحد لا. على حسب اعراض العيان، على حسب العصب قد ايه مستحمل. تاني احنا مش مقياسنا الاشعه خالص، وده ده ده كلام لكل مريض، احنا مش مقياسنا الاشعه، احنا ما بنقارنش باشعه ولا بنعالج باشعه. على فكره انت اول واحد يقول في مصر هذا الكلام، وبعدين ناس بعد كده قالوا هايل. يعني انا احترم كل واحد بيقول انا ما بعالجش اشعه، انا بعالج بني ادم. على فكره يعني انا بقول لك انت يعني ما شاء الله. والله يعني انت وقعدت فتره طويله تقول لوحدك. يعني قعدت فتره طويله تقول هذه الجمله لوحدك، ودي حقيقه يا جماعه. وبعدين فوجئت بعد كده هو انا انه في اساتذه سمعت الكلام ده قالوا. بالظبط. يعني انا هقول لك احنا بنشتغل بمقاييس عالميه، وعلى فكره ده حرب اللي بعد بتوع الاشعه.
لا هو هو يعني طبعاً. هو مشكلة للي بيلجأ للأشعات بس، يعني ما ينفعش تاني برضو أرفع الأشعة وأقول له عندي محتاج عملية ولا لا. دي حالتين. الحالة الأولى اللي هي على الشمال دي عندها انزلاق غضروفي كبير قوي، شايفه اللي هو خارج بره القناة العصبية، اللي هي على يمين اللي قاعد على الشاشة، اللي على شماله، اللي على شمال اللي قاعد على الشاشة واللي على يمينه دي حالة تانية عندها ده برضو انزلاق غضروفي خارج من مكانه. الحالتين عندهم تقريبا غضروف شبه بعض، وفي مقطع بعديها هيبينها قوي قريب قد ايه من العصب. الحالة اللي على اليمين دي حالة عندها غضروف اكبر من الحالة على الشمال، شايفه يعني حتى السودة دي كبيرة قوي خارجة دايس على العصب اليمين. واللي على الشمال ده غضروف حجمه اقل شوية صغير اهو داس على العصب اليمين برضه. من اللي هو اللي عليه العلامه الحمراء يا جماعه باين الاسهم. اوكي باين ان بس بيني وبينك يعني الاثنين باظين، الغضروف في البازز لتحت الاثنين، والاثنين البازه بتاعتهم بس في على اليمين ده بازز اكتر واعرض، اللي على الشمال ده مش اعرض شوي. بس يعني متقدم شويه. اللي على الشمال ده دعيان لجأ العمليه، انا كان قراري معاه على طول اول ما شفته عمليه. واللي على اليمين دعيان خف بدون جراحه تماما. اللي على الشمال ده مشكلته ان في نقط كده انا حطيتها بالابيض ده المفصل. مفصل اللي واخد العصب الابيض بين الغضروف وبين المفصل. تمام. شايفه؟ تمام. فالعصب مزنوق كان زنقه عنيفه جدا، وجوه العمليات شفت انا الاعراض دي حاجه فظيعه. الست يعني ما بتعرفش تنام بالليل، ما بتعرفش تقعد. شوف عشان كده انا شاطر والله، انا قلت لك انه يبدو ده اكبر من ده، لكن ده هو خبيث ده بالظبط، اعنف بكتير، اعنف بكتير، لان وضع العصب معاه كان زي الساندوتش. يعني عظم تحت وغضروف فوق، فما كانش ليه اي مفر. التاني هرب من الضغط لان عنده القناه العصبيه اوسع شويه، فبعد شويه عن الغضروف، فرعان كويس جدا وهايل جدا. مع ان لو هتشوف الاثنين هتعمل الاثنين عمليات وانت مغمض، وخصوصا اللي خف لوحده ده مغري اكتر لانه غضروفه كبير. بس احنا مالناش علاقه بالاشعه تاني، لينا علاقه بحاجتين، اعراض المريض ايه، وخصوصا اثناء المشي. الحته دي حلوه قوي فعلا، الحته دي رائعه. وانا اول مره اشوف الاشاعات ديت، فعلا انا فعلا شاطر في المخ والاعصاب على مستوى البطنه، لان لما جينا رحنا شفنا الاشاعات انا علقت لك قلت لك تبدو دي هي اللي تحتاج اكتر من دي. معاك حق. لا حقيقي العصب اللي على الشمال كان وضعه سيء جدا. المريضه كمان كانت بتعاني بقالها فتره كتيره قوي، وجربت كل حاجه وماشيه بتعرج ومش عارفه تمشي. بعد العمليه حالها اختلف تماما، رجعت سليمه خالص الحمد لله، اعراض اختفت تماما، تحسنت كتير قوي. ده اللي بقوله، اما بتختار عيان يعمل عمليه ده عيان بيخف 100% بعد العمليه. اما تختار عيان ملوش عمليه وتعمله ده عيان عمره ما هيخف، وهيقعد يعمل عمليه ورا الثانيه وهيعيش في معاناه طول عمره. القرار ده ممكن يغير حياه بني ادم، ممكن ينجيه وممكن يغرقه. فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده. لو حد بيكتب ورانا دلوقتي هتقول له ايه مقاييس التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات؟ مقاييس اول حاجه فشل العلاج التحفظي فتره طويله. ثاني حاجه عدم القدرة على المشي مسافة ربع ساعة نص ساعة. يقعد في الطريق كذا مرة خلاص العصب بيعاني. تالت حاجة طبعا الحالة الأسوأ، ضمور في عضلات الرجل وسقوط في مشط الرجل. خلاص مشط الرجل عامل كده بيمشي يرفعه هو ماشي، الشبشب بيقع منه. رابع حاجة والأسوأ بقى تماما عدم تحكم في البول. بس دي السيدات يخلوا بالهم منها، لأن دي ساعات ليها جزء في امراض النساء، مش من العمود الفقري بس. يعني دايما في دكاتره بترعب العيان تقول له بول حسبقك تلحق تعمل عمليه خلال 48 ساعه والا انت عارف هيحصل لك ايه. لا كل ده غلط، هي بتمشي بالتدريج. مفيش عيان عمره البول هيسبقه بيمشي كويس خالص. مفيش عيان ما عندوش غضروف في الاشعه والبول بيسبقه يبقى اكيد عنده مشكله ثانيه في المسالك. كلام واضح. لازم يبقى في ترجمه في الاشعه، ترجمة على المريض أعراضه، وترجمة مع الكشف. دول كلهم لازم مع بعض، لازم مصلحة المريض في قراري. أوكي؟ ما ينفعش ناخد قرار عشوائي علشان في الأشعة غضروف. يا ما شفت غضاريف وحوريك دلوقتي اختفت لوحدها، جسم كلها لوحده. هو ده السؤال، هل ممكن غضروف يشفى بدون علاج؟ كتير شفتها كتير. والله قلت العيانين قالوا لي احنا سألنا الدكاترة قالوا لي الكلام ده مش موجود. فصورت بقى عيان جالي أشعته
واستأذنت طبعا وشايل انا اسمه وهنعرضها. اوكي دي 2013 اللي على الشمال، شايف الغضروف باين اللي انا معلمه بالله. طبعا باين جدا اللي هي الاسود اللي بارز باظظ اهو بالظبط. 2015 اللي على اليمين راح فين الغضروف؟ مفيش غضروف، اكنه عمل عمليه، وده انا ما جيتش جنبه ولا عالجته، انا شفته بعد ما خف على فكره. ده خف لوحده؟ ده خف لوحده. طب ازاي؟ الجسم فيه خلايا اسمها ماكروفاج بتاكل اي حاجه مش في مكانها، في ذاكره في كل خليه عارفه ايه اللي حواليها، والغريب بتاكله بترجعه مكانه تاني في خلال الوقت. هو الغضروف ده زي ما انت شايف بعيد، ده سنترال يعني في النص، لا يمين ولا شمال، ما جاش قوي جنب العصب، فعدى شويه العيان يعني ما كانش عنده اعراض جامده، وصبر عاد تاني الاشعاعات بعد فتره ما لقاهوش. في مقطع تاني هنشوفه يعني باين جدا انه اختفى، شايف اللي على اليمين؟ الانفجار غضروف في القناه العصبيه. كويس قوي؟ ده خمسه اولى عجزيه. اللي على اليمين ده اللي على الشمال كان. اللي على اليمين اختفى. واقف على حدوده. الحته اللي جوه القناه العصبيه الجسم اتخلص منها. الجسم اتخلص منها. طب ايه اللي سؤال بديهي بقى؟ دي مش اول حاله بقى، شفت حالات كتير. دي حالات. مثلا سمير وشهير. خلينا في الاسماء الشهير. فلنفرض ان ده سمير. الذي تعامل الجسم في الفسيولوجيا الرائعة وتخلص من الغضروف اللي هو تمام. ايه اللي يخلي شهير عنده نفس حالة سمير بس ما يشفاش؟ بالعكس الحالة تسوء. تاني برضو لو وضع الغضروف مع العصب، بص احنا معظم المصريين عندهم ضيق قوي في القناة العصبية. قليل من اللي ربنا كرمه وعنده قناة عصبية واسعة. فمهما الغضروف ينزل عنده مساحة يبعد عنه العصب. فده عين بيستحمل وماشي كويس. اللي عنده القناه العصبيه على القد، اول ما ينزل حته غضروف صغيره مع المفصل من ورا زي ما شفنا بياخده زي السندوتش، بياخده زي العصب في النص. بيفحص العصب، يبقى العصب يعاني ويصوت ويصرخ. يعني ده اللي يعمل عمليه. انا كل عينين اللي بيخشوا مستشفى بيعملوا عمليات ما بيعرفوش يناموا على ترابيزه التخدير من كتر الالم. بنبنجهم بعدين نايمهم. يعني ده الحالات اللي بشتغل عليها عمليات. ده وضع العيان صويت مش عارف يمشي، رجله وجعاه جدا، وده بيخرج يعني بعد العمليه في منتهى السعاده. ده اللي يعمل عمليه. مش اي حد معدي يقول لك انا بلعب كوره والدكتور قال لي كده كده عندك غضروف هتعمل عمليه، طب ما تعملها دلوقتي يا اخي وروح اعمل له العمليه. مش دخله في نفق مظلم كمان، وفي حاجه اسمها هتعملها ما تعملها دلوقتي. طب ما بتبان الاعراض نبقى نعملها يعني، يمكن ما تجيش طول عمرك. لا وبعدين غير كده، ما هو ممكن هو بيتعمل بقى عمليه لواحد مش محتاج عمليه، نعمل احنا بقى مشكله مضاعفات بقى. مضاعفات خد عندك بقى من تليف وارتجاع غضروف تاني وعدم ثبات فقرات والتهاب، حاجات كتيره قوي ممكن تحصل. حاجه اسمها ديسكايتس، التهاب في الغضروف نفسه. ليه انا اعرضه للمشاكل دي بدون لازمه؟ وده العيان اللي بيجي غريب يناقشني بقول له يا ابني مالكش عمليه والغضروف اللي موجود ماله، خليه موجود، ما هو مش عامل لك مشكله. حلو قوي الكلام، حاجه غريبه. لا ما احنا هنا، احنا الحلقه دي مهمه جدا ومثيره وفيها حوار يعني قوي جدا وعلى مستوى عالي جدا، فخلينا انتقل لموضوع تاني كمان مهم. يعني ايه متلازمه التليف العضلي؟ ايه ده؟ اصل انت قلت دلوقتي من ضمن الاعراض هايل. انا بشوف ناس كتير عندها متلازمه التليف العضلي، فايبرومالجيا. وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم وبعدين بقى سمع عندك غضروف، ليك عمليه، عندك خشونه، ما عندكش حاجه. انا خدت منك معلومات الفايبرومالجيا بقيت اشخصها. دي حقيقي. بقيت لا. انا خدت بالي انها حالات كتير وكله تقول له هيستوري يقول لك انا بقى لي 10 15 سنه تعبان وايه، وعد على يعني كل التخصصات وسمع كل التشخيصات. التلاف العضلي ده مشكله نقص ماده الكولاجين في العضلات، فبتبدا تعمل متلازمه معاها قولون عصبي، معاها الام في العضلات والمفاصل فوق 18 نقطه الم زي ما احنا شايفين دول، يعني دول لازم يبقوا موجودين فما فوق. بعد كده بيبدا يخش بقى في مشكله كمان في الجهاز العصبي المركزي، عنده اكتئاب، عنده عصبيه، قله نوم، دوخه، صداع مزمن، فكل ده بيبدا مع الام مزمنه، جرب كل المسكنات. بيخش بقى في الدائره المغلقه دي، من الم يعمل شد عضلي، يعمل اجهاد طول اليوم، يبدا يقلل نشاطه، نايم في السرير على طول، يبدا عنده خمول مش عارف يطلع من السرير، ياخد ساعتين عشان يقوم. يخش في اكتئاب لانه وظائفه كلها الحياتيه واقفه، تبدا العضله تخش في تشنجات، تبدا الالم تزيد لان ماده السيتوكين بتطلع من الاكتئاب من المخ بسبب الالم ومن العضلات الملتهبه، فبتعمل الام في مناطق ثانيه وثالثه ورابعه وتنتشر والنار تولع. زي ما احنا شايفين دي الصوره اللي على الشمال، دي فيها التلاف العضلي نقص ماده الكولاجين، تلاقيها فاتحه شويه. اللي على اليمين غامقه لان الكولاجين مكثف فيها،
فمديها قوه، تبقى عامله زي السجاده الضعيفه اللي ممكن تتقطع بسهوله في التلاف العضلي. فالتلاف العضلي ليه مناطق الم كتيره قوي بتلخبط بقى كل الامراض. يجي له وجع في رقبته يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في ظهره يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في رجله يقول لك ده عرق الناس، يقول لك ده عرق الناس بالظبط. يتشخص انه روماتويد ويطلع نيجاتيف سلبي ويبدا ياخد علاج الروماتويد، يبدا يتشخص انه مريض اكتئاب ويبدا ياخد مضادات الاكتئاب، يبدا يتشخص انه سكيزوفرينيا بالظبط. وفي بيعمل عمليات لو لقى غضروف صغير يقول لك ما نشيله ونخلص. يبدا يجي له تنميل في ايديه يقول لك ده خانقه عصب، يعمل عمليات وما يخفش. هكذا بقى، يعني تقعد الامراض تزيد تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده ايه. وعلى فكره انترناشونال، يعني بيجي لي ناس من دول كتيره من بره، كندا وفرنسا والمانيا ودول العربيه جيراننا وهولندا، جالي كذا واحد كلهم تلاف عضلي بتشخصوا بصعوبه بره، مرض مش متعرف عليه قوي، كلهم بياخدوا علاج للاكتئاب وترامادول في الاخر، مسكن امن على فكره ترامادول مش زي ما احنا فاكرين يعني، بس اتاخد للي محتاجه، للي محتاجه مش كمسكن، كمسكن امن. هو ترامادول ده دواء غريب، لو اتاخد في حاله وجود الم وحاله فعلا التهاب بيبقى امن وبيبقى تاثيره جيد. صحيح، هو ده للناس اللي هتعيش فتره طويله على المسكن. فيستحسن ياخده. لا، وطبعا بتصرف بروشتات، بروشتات طبيه للحالات زي دي. طبيه محترمه. بالظبط، ويكون بجد مش صيني بقى، ارحم من بقيه المسكنات على الكلى والكبد. دي الام طبعا المتعارف عليها، ومعظم الالام يعني ده شبع عرق الناس بالملي. شايفه بياخد الفخذ من ورا، هنتكلم على عرق الناس. هو ده بيدخل في ديفرنشال دياجنوز، هو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله، لانه ده احنا ده مثلا ده مشابه لحالات كتير، مشابه لعرق الناس، مشابه للانزلاق الفقاري، مشابه لحاجات هنتكلم عليها دلوقتي. صحيح، وفعلا الناس هتفتكر ان ده مثلا شبه ايه؟ ده شبه ده خشونه الكتف والغضروف العنقي. وبعدين الحالات دي بدات اعالجها بالبي ار بي بالصفائح الدمويه، الحمد لله نتائج مذهله. ده هو ملوش علاج الا بي ار بي ده، هو عشان هو بيعوض الكولاجين. بالظبط كده، وناس اتحسنت تقريبا وصلت ل 100% في كذا شهر الحمد لله، وحياتها اتغيرت. هي في ناس بتيجي تقول لي يا دكتور انا مش مصدق ان انا بصحى كل يوم الصبح وكنت باخد 7-8 اقراص مسكن. ما باخدش حاجه دلوقتي. هو نفسه مش عارف ان هو هيعيش كده، مش متخيل يعني. حد على فكره بقى... نص فريقنا كان عنده فايبرومايالجيا والدكتور ايمن عالجهم وبقوا كويسين. يعني لا، ده كانت في ناس يعني فعلا عندهم الم ظهر مستمر. ما شاء الله، من اول حقنه او اثنين يعني، حتى ما كلفوش نفسهم يكملوا. انا جايب لك حالات هنعرضها، حالات كانت صعبه. عرق الناسه بقى، انا عايز اتكلم على عرق الناسه. اوكي، عرق الناسه ده اشهر مرض ناس بتتكلم عنه، هو الانزلاق الفقري مع بعض الاثنين. ليه؟ واشهر مرض واخد سمعه وحشه قوي. بسبب ان كل حاجه في الرجل يقول لك عرق الناس. يعني اي حاجه بتوجعك لدرجه قدم الرجل لو بيوجعك هيقول لك عندك عرق الناس. تشخيصات غلط، دكاتره بقت مش محترفه بتدي تشخيصات غلط. بقى مشكله العيان، بص اول ما بيسمع اول تشخيص من اول دكتور بيلزق في دماغه. وبعدين انت صعب جدا تغيره. دي حالة من الحالات اللي أنا عالجتها، مريضة عندها 50 سنة، اتعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات، شايف عندها كسر في الفقرة الرابعة قطنية. الدايرة دي منطقة الكسر، شايف؟ هي باينة قوي. يمين وشمال على فكرة، ده زحزحة فقاري. وعندها مخارج الأعصاب الصورة اللي على الشمال دي حادثة دي؟ مقفولين. لا، معظم الناس بتشيل تقيل فبيبدأ يسمع تك تك، كسر المفاصل. يعني بس هي ما اتزحزحتش مكانها قوي، بس بقت ملخلخه. هنشوف اللي بعدها. شوف بقى ده الكارت بتاعها، انا مصور كانت الالام عندها قد ايه اللي على اليمين، شايف؟ الام الظهر بالرجل الشمال. بالام الرقبه، ودي صوره مجمعه عاملها على العمود الفقري كلها، عندها غضروف عنق 5 و6، وعندها الزحزحه الفقاري 4 و5. مخليه الالم صاروخ على الناحيه اليمين. بالظبط، الام وماشي متقطع، بتمشي وتقعد في الطريق. دي اتحسنت جدا مع اول جلسه. في خلال شهر وصلت تقريبا فوق ال 50%. شايف باينه قوي الزحزحه. ودي القناه العصبيه. عشان كده انا مش بقول بالاشعه دي، طبعا اول ما بشوفها هقول لها عمليه. بس انا لما كشفت عليها وشفت الالام محتمله نقدر نصبر. والست متخوفة من العملية، فمستحق ان ناخد تجربة. ناخد تجربة، ناخد محاولة للشفاء، ونجحت وتحسنت، ومع تاني مرة تحسنت اكتر. ما بيرجعش العين لورا تاني. اذا خف ما بيرجعش لورا تاني. هتقولي ازاي الفقرات لحمت؟ هي ما لحمتش، هي بقت ثابتة اكتر بسبب الاربطة قويت.
فبقت ماسكه الفقرات زيها زي المفصل اللي اتكسر ده. فادت نفس التاثير. طيب دي القناه العصبيه بقى. هذه الحاله اللي احنا قلنا انه مشكله مصر او مشكله المنطقه العربيه انه القناه العصبيه ضيقه. صحيح. ضيقه. ايوه دي معظم عملياتي بتبقى على فكره بسبب دي قناه عصبيه اكتر منها انزلاق غضروفي. لانه ما لهاش حل. ما هو دي القناه العصبيه الحبل الشوكي مزنوق زنقه وكمان المفاصل عماله تزيد في الوقت والمفاصل عماله تضغط على الاعصاب. صحيح. ايه بقى ايه الحكايه بتاعتك؟ في حاله هعرضها برضو. ده كان عيان من المنيا عنده 54 سنه معالجه في يناير اللي فات. عنده شايف دي القناه العصبيه المفصل النقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل. حصل له زوايد عظميه قفل على مخارج الاعصاب اللي هي بالاسود اللي في ايدي شايفها دي المفروض تبقى منوره ابيض اللي هي النقط الصفراء دي المفروض داخله لجوه قفلت. يمكن مش واضحه بس هنوريك بقى الصوره اللي بعدها. فالمهم دي القناه العصبيه مثلثه عنده وعملت قفلت مخارج الاعصاب وعنده مشي متقطع. كان بيمشي مسافه قصيره جدا 5 دقائق ويقعد في الطريق. كان عنده بدايه سقوط في مشط الرجل في الساق اليمنى. ده الكارت بتاعه اللي انا حاطه. عنده كان سقوط جزء في مشط الرجل اليمين ودي اشعاعاته اللي على الشمال شايف عنده حصل ضيق في القناه العصبيه القطنيه. فده اتعالج معايا في خلال شهرين الراجل اتحسن 50% وبعدين 100%. انا ما كنتش مصدق بصراحه. يعني انا حتى قلت له اخبار المشي ايه؟ انا بمشي زي ما انا بمشي 2 كيلو 3 كيلو. قلت له طب مشط الرجل؟ قال لي بتحرك. قلت له بجد؟ احنا مشط الرجل ده ما بيتحركش اصلا حتى قبل العمليه. قال لي بحركه. وشو وراني بيحرك؟ قلت له عندك ايه اللي ناقص؟ قال لي شويه تنميل خفيف في رجلي. انا كنت اصلا مهيئه للعمليه وقلت له ما خفتش هنبدا نعمل عمليه. وخد العلاج بيه. وخد العلاج وتحسن جدا. طيب احنا راجل في منتهى السعاده مستعد يطلع معايا. لازم نشوفه ده. لازم نشوفه. طب ما زلنا في ضيق القناه العصبيه بس في المنطقه القطنيه في حاله تانية كمان. في حاله تانية كمان كان عندها ضيق قناه عصبيه 3 4 4 5. احنا بنسميها حاجه اسمها تايت كانال ستينوزس. تايت يعني ضيقه جدا. تايت يعني خلاص ملهاش مخرج يعني. وزي ما انت شايف عمود الفقري بتاعها سيء جدا. هي الحاله دي شايفين يا جماعه بس 71 سنه. اكيد انتوا بقيتوا شاطرين. الحبل الشوكي الابيض اللي نازل ورا ده الابيض. شوف مش الكبير الابيض اللي في النص. انا عدد من 1 لـ 5 اللي جنب الارقام على طول. بالظبط اللي جنب الارقام على يمينها. القناه المجرى. شوف بص الحبل الشوكي بقى عامل زي كله مخنوق. مخنوق خالص. كل الفقرات الغضاريف اختفت بقى فيها زوايد عظميه كتير. عامل زي هقول لكم عامل زي ايه؟ زي بالظبط كانك باصص لي اقول لكم ايه سوسيج لايك يعني حاجه زي السجق. سجق زي بتاع السجق الصغير. اختناقات. صحيح. دي سيده 71 سنه عندها زي ما انت شايف السهم اللي انا حاطه على الصوره اللي على الشمال. العصب مخنوق جدا بتاع الرجل اليمين. دي اتحسنت حوالي 70% بعد اول مره كان في يناير اللي فات ده 2016. فازاي بقى العصب بيصلح نفسه؟ المواد التحفيزيه اللي بتطلع من الصفائح الدمويه بتدي قدره تصليحيه للعصب انه يتجدد. فاذا اتجدد مشي احسن. العيان الالم قلت التنميل قل مش هيرجع له تاني. برضو بقول في حاله انا هوريها لك انا معالجها من 2013. الراجل ده كان بيمشي 5 دقائق دلوقتي بيمشي ساعه الا ربع كل يوم سنه 3 سنين. ما شاء الله بقى له 3 سنين وما رجعش الورق تاني. ده كان ايه؟ ده كان ضيق قناه عصبيه مرتجع بعد عمليه ما تحسنش فيها. دي قناة عصبية مرتجعة بعد عملية ما تحسنش فيها. ما دي بقى يعني عملية يعني فيدباك. فيدباك يعني فشل جراحي قبل كده. ده بعد جراحة تم علاجها قبل كده. ده دي برضو من الحاجات يعني فكرة انه نعمل عملية وما تتحسنش الحالة شيء مزعج جدا بالنسبة للمريض. يعني نفسيا المريض بيفقد الثقة بقى في الطب خلاص. طبعا هو مش عامل عملية تاني لانه هو خايف تفشل تاني. زي ما انت شايف الصورة دي ده الاكس راي اللي على اليمين الرابعة والخامسة كولابست مقفولة على بعض. ثلاثة واربعة ملخلخة فهو ده محتاج شرح مسامير. اللي على الشمال مخارج الاعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفوله شايف النقطتين السود قافلين عليها. وده قافلين تماما بالظبط. وده الراجل اتحسن جدا من 2013. ودلوقتي بقى بيمشي بعد ما عنده كان 64 سنه. 64 سنه بقى له 3 سنين بيمشي كويس جدا. ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا ما شاء الله. كان عامل عمليه من 15 سنه. 15 سنه ورجعت له تاني. رجعت. طب لو حدثت انه الانزلاق الغضروفي بقى زي حاد او منفجر بشكل حاد هايل الحد ده يختلف عن المزمن؟ الحد ده ما تجيش جنبه.
سيبه بجد والله سيبه فترة علاج تحفظي لازم تسيبه. يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصة كبيرة جدا يخف لوحده. سيبه أسبوعين ثلاثة بالعلاج التحفظي هيخف 90% منهم هيخف. ما تستعجلش تعمل له عملية لأنه هو في الأول الغضروف معبي مية فعص العصب والتهب بشوية بيقل الالتهاب بيقل المية حجمه بيقل يتحسن جدا. في ناس بتاخد علاج بترجع لي أنا مش عارف مين اللي داخل ده أنت كنت داخل بتعيط وبتعرج إيه ماشي كده إزاي بس بالعلاج بس بالعلاج. فالحد لازم تسيبه وتظبط المزمن بقى اللي عدى في مراحل فشل ومحتاج عملية ده هتعمل له عملية. بس في حوادث يعني في مثلا انفجار حد في حادثه مثلا في الديسك العنقي مثلا لا عنقي احنا ما فيش هزار فيه عمليه حبل شوكي عمليه عمليه الحبل الشوكي ما فيهوش هزار لانه هيدخل قطني عندنا فتره نقدر ناخد وندي مع بعض لغايه لما يظبط. خلي بالكم ركزوا لان الحوار مهم جدا جدا جدا. اللي احنا شفناها دي حاله نشوفها تاني معلش لانها حاله مهمه جدا انزلاق غضروفي منفجر منفجر. ده راجل جميل بقى ده كان بيجي لي من اسكندريه جالي بيقول لي انا بمشي 20 متر ببقه 20 متر عنده انفجار زي ما انت شايف الرابعه والخامسه على الناحيه اليمين. وانا قلت له وهو طبعا خايف كل الناس خايفه من العمليه. قلت له هنجرب البي ار بي اتحسنت بيه هنكمل ما اتحسنتش التحاليل مكتوب على ظهر الروشتة اعملها لي وتعالى. جالي بعد شهر قال لي انا ماشي من ميدان التحرير لعيادتي ده 3 كيلو. قال لي انا جاي لك ماشي 3 كيلو. قلت له اخبارك ايه؟ قال لي انا 80% تحسن. قلت له خلاص احنا هناخد تاني مره وما تجيش تاني. خد تاني مره وتحسن قوي جالي بعد 3 اشهر قال لي ظهري وجعني جدا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كان في عندي عربيه كده هو بيشتغل في حاجات تجاره وما كانش في حد فهو شال 4 طن. فض عربيه 4 طن. فض عربيه 4 طن. ظهر وجعه شويه انما رجله سليمه. وبيمشي زي ما بيمشي برضه بيهرج راجل اتظبط يرجع يشيل عربيه 4 طن ده هو خفيف بيبقى بس انا اتبسطت طبعا انه مستحمل يشيل 4 طن يشيل 4 يعني ده وجع وهو جالك يعني بعد ما بادئ بعدها بقى جالي تاني بعد ما اتعالج بعد ال 4 طن 100% تحسن. كان بيعرض لي اشعاعات حد تاني يعني. البي ار بي بقى البي ار كيف يجهز كيف يجهز احنا بناخد دم العيان بنفصله ناخد منه الصفايح وبعدين نحقنا. هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكايه دي. الحقن ما بيوجعش والبروسيس كلها اي عمليه ما بتاخدش وقت بس بيحصل الام خفيفه اسمها الام الشفاء زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق من جهودي مش كل الناس مش كل الناس بالظبط انا شفت ناس ما عندهمش عادي يعني في ناس بتيجي وناس ما بتجيش انا شفت ناس انا عارف بس يعني اذا جه الام خفيفه زي الرياضه وحاجات كده ده مش حاجه وحشه يعني. وبعد كده بيتحسن ممكن واحده ورا الثانيه يوصل نتائج حلوه. عظيم جدا. هل في تعليمات قبل الحقن؟ نكون موقفين المسكن قبلها بيومين ثلاثه وبعدها باسبوع ما ناخدش مسكنات او مضاد التهابات بعد الحقن بعد الحقن عشان ما نوقفش برضو عملية التصليح. التلغراف المهم بقى لان احنا هنشوف طريقة التجهيز لكن التلغراف المهم اللي ممكن تقوله او تكتبه لاي مريض. التلغراف المهم للمريض وللدكتور ما تتسرعش في عملية مش محتاجها. اي حد اتقال له عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معاك تاني او كذا دكتور تاني. بعد كده التلغراف التاني دايما في امل دايما في امل انك تخف دايما في امل ترجع كويس. مفيش حاجه اسمها فقدت الامل احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا اللي بيشفي الجميع. واذا فقدنا الامل ده ذنوب يعني ده معصيه. لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقه في ربنا نختار بس الدكتور كويس اللي نبدا معاه وان شاء الله هنبقى كويسين. اشكرك شكرا جزيلا انك ركبتنا معاك هذا القطار ركبناه معاك من غير تذكره ده شيء جميل جدا. وحوار مثير ومهم للغايه والنهارده اكتشفت ان احنا لسه قدامنا حوار طويل جدا في هذه المنطقه من العلم المنطقه المهمه جدا مخ واعصاب. يعني ناس كتير لسه ما تعرفش ناس كتير يعني انا لسه كنت بحكي لك على حد جاري مهم جدا كنت بتكلم معاه لسه ما يعرفوش ايه هو البي ار بي لسه ما سمعوش لا ده لازم نفهم ونعرف وكمان الميزه ان انت خدت طريق تنويري مهم جدا والحمد لله ان احنا بدانا نسمع اصوات تنويريه بتقول الكلام دوت. فانا بشكرك شكرا جزيلا واسمح لي ان انا ادخل معاك المركز اشوف
طريقه تحضير البي ار بي. والى اخينا الذي شال الاربعه مبروك. يعني في المره الاوليه عدت بلاش بلاش. الناس اللي بتشيل بعضها، الناس اللي ممكن تتهور فتشيل الحته خطيبتك يعني قصدي يعني او مراتك في يوم فرح مش عارف ايه، بلاش الحركات المفاجئه دي، وخصوصا لو هي اوفر ويت. يعني راعي انها عنترة وبتاع ورشدي أباظة، بس ساعات ممكن يجي لك مشكلة ما تخليكش خالص رشدي أباظة، تخليك سوس أو توت أو أي حاجة تانية. كل شكر والتقدير ضيف العزيز القمة العلمية الكبير أستاذ دكتور أيمن عنب، أستاذ جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب بكلية طب قصر عيني، وطبعا صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجيا الجسم وزميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري بفرنسا، وصاحب الحضور الكبير وأحد القلائل الموجودين في الشرق الأوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي آر بي والأسلوب الجراحي التقليدي. تعالوا نشوف إزاي بيتعمل البي آر بي.